شو؟ هذا البيبسي والعلب صغيرة. وين تاخذون عمي بعد ما تلمون؟ ثلاث ليرات تركي؟ من الصبح للمساء؟ يعني الصبح والعصر كلهم طلعت ثلاث ليرات؟ هالثلاث ليرات ايش بتساوي فيهم؟ ضليت مع امك وابوك انت واختك الصغيره بس؟ يعني انت اليوم انت اللي عم تصرف على بيتنا؟ بس انا امي واختك. اختك صغيره؟ ما صغيره كثير، عمرها 6 سنين. مع امي نص الصبح. اذا الله رزقها. ايش بتشتغل امك؟ طبيب مجر. كمان مثلك مو؟ ايه. بس اليوم الصبح عملها بس كمان لك اذا طلعت بدك تجيب كريم بطاطا ووزعها على الشريط. أكيد بدك توزعنا وأنت ما عندك حق قبل؟ الله ما يرزقنا يا عمي. والله العظيم الله برزقك. جبالي على سدالك. والله العظيم من سنتين كنت أعرف أقرأ لي هلا ما أعرفك ولا كلمة أقرأ. أنا بتمنى نجيب دراجة هاي تبعت أطفال أكيد بس دورت كثير ما حد عم يبيعها. مشان تجيب تشيل علي هدول؟ اي قلت لي الصبح عبيت سيكلي ثلاثه الملخ كل الملخ فرجيني فرجيني.